سعيدة، حميدة خليل. يمكن كتير من حضراتكم يعرف الاسم ده كويس، ويمكن كتير من حضراتكم ما يعرفوش، بس الأكيد إنه مش اسم من أسماء الترندات اللي مجبرين نعيشها في عالم الوهم الافتراضي اللي محاطين بيه. والأكيد كمان إنها اسم من وسط أسماء كتيرة ليها فضل كبير على أي إنجاز وصلت له المرأة المصرية. الأكيد إن ليها فضل علينا كلنا. حميدة خليل بنت حي الجمالية اللي خرجت باليوفط اللي مرسوم عليها الهلال مع الصليب وسط 300 بنت يهتفوا سعد سعد يحيى سعد الاستقلال التام أو الموت الزؤام في وقت ثورة 1919. ولأنها كانت في الصفوف الأولى استقبلت رصاص الإنجليز في صدرها وسقطت أول شهيدة مصرية بتناضل من أجل استقلال بلدها، بتناضل من أجل أن يكون لها مكان في المجتمع اللي يعترف بيها وبدورها في المجتمع، بتناضل من أجل حرية بلدها وحريتها في التعبير عن رغبتها في حرية بلدها. التاريخ ده تم اعتباره يوم المرأة المصرية 16 مارس، ومن يومها والتاريخ ده عمال يهدينا ونهديه في إنجازات. نفس التاريخ اللي تكون فيه أول اتحاد نسائي للمرأة سنة 23، نفس التاريخ اللي دخلت فيه أول فتاة مصرية جامعة القاهرة عشان تدرس سنة 28، نفس التاريخ اللي ابتدى فيه نضال المرأة المصرية علشان يكون لها صوت، يكون لها حق الانتخاب، يكون لها حق الترشح، نفس التاريخ اللي دخلت فيه أول مرأة مصرية البرلمان المصري سنة 58، وأول 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 أول حاجات كتيرة جدا ملهاش نهاية، يمكن كان آخرها أول وكيل نيابة مصري. الحقيقة رحلة طويلة من الحاجات اللي كان ليها أول شهيدة في سبيل الوطن في سبيل الاستقلال حميدة خليل، أول رائدة مصرية وسط رائدات كتير تكافح من أجل قضايا المرأة وترفع البرقع عن وشها هدى شعراوي، أول طبيبة مصرية تسافر تدرس برة في لندن وترجع تشتغل طبيبة في المستشفيات تقوم بتوليد السيدات وتعمل لحد سن 70 سنة هيلانا سيداروس، أول قائدة طيارة مصرية وعربية لطيفة النادي، أول محامية تقف تترافع قدام محاكم النقض وقدام المحاكم العسكرية مفيدة عبد الرحمن، أول فنانة وصحفية تنشئ مجلة باسمها تفضل هذه المجلة منارة إلى هذه اللحظة في عالم الصحافة المصرية روزا اليوسف، أول مطربة وممثلة تقف على خشبة المسرح ويكون لها يعني جماهير عريضة ويسموها سلطانة الطرب منيرة المهدية، أول كل حاجة. إحنا الرحلة اللي ليها أول ومستحيل يكون لها آخر، الرحلة اللي ليها أول وما ينفعش أبدا يكون لها آخر، مش ممكن يكون لها آخر طول ما في ناس متنورين مؤمنين بدور الرحلة دي وبأهميتها وبإنجازاتها، مستحيل يكون لها آخر طول ما في إرادة سياسية بتمكن المرأة وتمهد لها الطريق علشان حصانها الجامح يطلع يجري بسقف لا محدود وطموحات ملهاش نهاية وأحلام تفوق الخيال. إحنا الرحلة اللي ليها بداية وصعب يكون لها نهاية طول ما في مجتمع ممكن رغم الصعوبات بالمجهود إنه يتطور ويتغير ويقبل وجود المرأة ويستنتج إنه إنجازاتها جزء كبير منها بيعود عليه، بيعود على المجتمع كله. صعب يكون لها نهاية طول ما في إرادة وقوة وقدرة وكفاح ورغبة في التغيير عند المرأة. أصل المرأة المصرية دي تركيبة غريبة جداً، ورثة من جينات الفراعنة القوة والصلابة، وورثة من طمي النيل وحوض نهر النيل الطيب الحنية والطيبة، وورثة من الصبر والكفاح المستمر ضد المستعمر والاحتلال من أيام الهكسوس الحكمة والصبر، وورثة الحلم والخيال من النقوش والصور اللي موجودة على المعابد اللي اختزنتها في عقلها وخلتها تفهم إن كل شيء ممكن وإنها تقدر. أي مرأة مصرية قدرت وبتقدر مدينة لده كله بتاريخ طويل، تاريخ مصر بنضالها، مدينة للإرادة السياسية اللي بتمكنها، مدينة للأب اللي رباها على الاستقلالية وإن مفيش فرق بينها وبين أخوها، مدينة للزوج اللي دعمها واللي مصدق فيها واللي واثق في نفسه وعارف إنه مفيش أي فرق بينها وبينه على الإطلاق، مدينة لأحلامها والطموحاتها والإرادتها، ومدينة للرحلة الطويلة اللي دايماً ليها أول وأول وأول بس ملهاش آخر، مدينة لكل ده بالشكر. علشان كده إحنا في هذا الشهر شهر المرأة بنحتفل بالمرأة، وزي ما بنحتفل بالمرأة بنحتفل كمان بالأم، الأم اللي بنطلب من حضراتكم
إنكم تشاركونا بقصص كفاحة. هيكون على الشاشة نمر الواتساب اللي تبعتولنا عليه قصص الكفاح، فاتفضوا معانا بحكاياتكم، قولولنا الرحلة اللي فيها التعب اللذيذ والشقة المثمر والمجهود اللي بيدعو للفخر. وانتوا بتفضفضوا معانا وتسترجعوا شريط الرحلة دي، هتكتشفوا ان كان جنب الوجع نجاح وجنب الشقة ثمرة نضجة صبحة، وهتشوفوا ان في نهاية الشريط ده ضحكة مرسومة على وشوش ولادكم وسياج قدرتوا تحوطوهم بيه، تحوطوا بيه كل أحلامهم ومستقبلهم وحياتهم اللي جاية. احكوا لنا كل ابن وابنة حابب انه يشاركنا بقصة الأم، سواء الأم اللي ولدت وربت أو الأم بالقلب اللي ربت بدون أن تلد. يحب يشاركنا يبعت لنا، أي أم حابة تفضفض معانا بحكايتها تبعت لنا، وأكيد أكيد هيكون من ضمن اللي هيبعتولنا ضيوف نقدر نستقبلهم في مساء الخير، ندعمهم ونشكرهم ونرحب بيهم ونقول لهم يعيش الكفاح، ونقول لهم ربنا يديم عليكم محبة ولادكم ويديم عليكم فخركم بيهم وفخرهم بيكم، ويديم عليكم الشقة اللي بيطلع الثمرة الناضجة الصبحة. احنا النهاردة فقرتنا الحوارية هتكون عن قمة المرأة المصرية الثانية، دي النسخة الثانية للقمة تحت رعاية رئاسة الوزراء، القمة اللي بيشارك فيها أكثر من 300 سيدة شخصية عامة وعدد من الوزيرات، وبيتم فيها تكريم أكثر من 50 شخصية مؤثرة، وبيتم فيها تكريم كمان الشركات اللي قدرت إنها تخلق حالة من المساواة بين الجنسين في بيئة العمل. قمة هنناقش تفاصيلها وهنناقش كتير مما يخص تمكين المرأة والمرأة بشكل عام مع ضيفتنا عبر زوم الكاتبة الصحفية أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نص الدنيا السابق. خلونا نبدأ مع حضراتكم فقرتنا الإخبارية اللي هنبدأها طبعا بالخبر الأول الخاص بانطلاق فعاليات قمة المرأة المصرية في نسختها الثانية تحت شعار تمكين المرأة قوة مصر ومستقبلها. انطلقت قمة المرأة المصرية في نسختها الثانية اليوم برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدأت فعاليات القمة بتكريم عدد من الشخصيات النسائية التي يمثلن قدوة عظيمة لكثير من الأجيال من خلال منحهن جائزة الملهمات، نظراً للعمل المتفاني الذي قمنا به داخل المجتمع ولقدرتهن على إيهام الجيل القادم من الفتيات من خلال منحهن طريقاً بديلاً للنجاح وتحقيق الذات. ومنحت قمة المرأة المصرية الجائزة لكل من الدكتورة راوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو، ودكتورة منى ذو الفقار الشريك المؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار للاستشارات، الدكتورة نيفين الطهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، السفيرة مشيرة خطاب رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان والتي تسلمها بالنيابة عنها عمر الشافعي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، وعزة فهمي مصممة مجوهرات ورئيس مجلس إدارة شركة حلا مصر. قامت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس المنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بتكريم الحاصلات على جائزة الملهمات، وتم اختيار الفائزات بناء على عدة معايير لرصد النجاحات الاستثنائية التي حققتها هذه الشخصيات على مدار السنوات الماضية ووصولهن إلى قمة النجاح في العديد من المجالات ليصبحن مثالا يحتذى به وقدوة في العمل الناجح للأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية الدائم وإيمان القيادة السياسية العميق بضرورة الحفاظ على السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وتعزيز وصولها للمراكز القيادية. والحقيقة في كلام كتير يتقال في هذا الإطار، لكن إحنا فقرتنا الحوارية هتكون عن هذه القمة، فبالتالي هنناقش كل هذا الأمر مع ضيفتنا عبر زوم. خلونا نروح للخبر الثاني، خبر هام الحقيقة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية بحضور عدد من الوزراء المسؤولين. تم خلال الاجتماع التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء القادم، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين. تهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي، كما تم التوافق أيضا من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.
احنا معانا على الهاتف دكتور ياسر شويتا، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك يا فندم وكل مستمعينك الكرام ومشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك دكتور. الحقيقه يعني ده ضمن مخرجات وثيقه سياسه ملكيه الدوله، هتبدا فعلا يوم الاربعاء طرح شركتي وطنيه وصافي. خلينا نتكلم ان احنا بدانا خلاص في الخطوات التنفيذيه لبدء طرح شركات هتقوم الدوله باتاحتها يعني، فخلينا نشوف يعني كيف يمكن أن تجذب هذه الشركات الاستثمار الأجنبي، وكيف يمكن أن تشجع القطاع الخاص، وفي حالة نجاح هذا مردود ده على الاقتصاد المصري هيكون إيه؟ هو طبعا حضرتك يعني هذا الخبر بيأتي في إطار برنامج الدولة المصرية بتنفذه على أرض الواقع، هو برنامج طرح 32 شركة حكومية في البورصة المصرية وطرحهم أمام المستثمرين الأجانب، والكلام ده هيتم على مدار عام بيبدأ من الربع الأول من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024. طبعا يعني احنا عشان نوضح للسادة المشاهدين، هذا الطرح طبعا زي ما حضرتك ذكرتي بيأتي تنفيذا لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية اللي أعلنت عنها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة وأقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الهدف من هذا الأمر، الدولة المصرية تريد أن يكون هناك زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي، الدولة المصرية تريد أن يكون هناك تعزيز لمشاركة القطاع الخاص في رفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي توسيع لقاعدة الملكية. وطبعا يعني هذا الأمر بكل تأكيد هيعظم من قيمة الاستفادة من الشركتين اللي تم الإعلان عنهم، اللي هي شركة وطنية لتوزيع البترول وشركة صافي للمياه التابعة لجهاز المشروعات للخدمة الوطنية. بكل تأكيد هذا الأمر هيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للدولة المصرية، وبالتالي هذه الاستثمارات هتمثل قوة دفع لهذه الشركات. طب الدولة المصرية عندها هدف عايزة تحققه على أرض الواقع، احنا عايزين نزود من الناتج المحلي للدولة المصرية. بكل تأكيد لما يتم طرح هذه الشركات في البورصة أو أمام المستثمرين الأجانب، ده معناه إنعاش للاقتصاد المصري وقوة للاقتصاد المصري، وبالتالي هذا الأمر هيؤدي إلى تدفق للاستثمارات اللي هو في النهاية هيعود على يعني المواطن المصري من خلال يعني شبكات دعم شبكات الأمان الاجتماعي للمصريين. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور ياسر شويتا، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، على وجود حضرتك معنا. خلونا نروح لمشروع مهم جدا بتقوم به الدولة، اللي هو خاص بتطوير حديقة الفسطاط، تطوير المنطقة كلها. يعني لو شفتوا سور مجرى العيون كنت سبق واتكلمت مع حضراتكم عنه، عن إزاي كان مقر لسنوات لأطنان من القمامة، شفنا إزاي تم تطويره. حدائق الفسطاط المكان اللي ممكن يبقى متنفس لوسط المدينة، متنفس ترفيهي ثقافي تاريخي، يعني بكل ما في هذه الحدائق اللي فيها حدائق متنوعة الثقافات، وفيها تماثيل لسيدات مصريات متحققات، اللي فيها التلال بجمالها اللي بتبص على الأهرامات الأبواب التاريخية. هي حدائق الفسطاط يعني موضوع كبير قوي، مكان يعني نتمنى إنه يتم استغلاله بشكل جيد علشان يقدر يقدم لنا يعني ضخ فيما يخص منظومة السياحة، اللي دايما بنشوف ان في حاجات كتيرة جيدة بتحصل لكن مردودها سياحيين مازال لا يرتقي للمستوى بتاعها. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد صباح اليوم اعمال تنفيذ مشروع تطوير حدائق الفسطاط، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من المسؤولين. أكد رئيس الوزراء أن تطوير حدائق الفسطاط يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تنفذها الدولة، حيث يوفر متنفس في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية ترفيهية ثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين. وخلال الجولة وجه رئيس الوزراء بتسريع أعمال الزراعات في منطقة مشروع تطوير حدائق الفسطاط، وخاصة أن هذا الوقت هو الأنسب للزراعة، كما ناقش مع المسؤولين المشروعات مسؤولين عن المشروعات بعض الجوانب البنية التحتية لإتمام الزراعات الخاصة
بالمشروع. احنا معانا على الهاتف استاذ دكتور جمال عبد الرحيم، استاذ الاثار جامعه القاهره. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين، اهلا وسهلا. الحقيقه لسه كنت بتكلم عن هذه المنطقه الاثريه الجميله بسور مجرى العيون، بمتحف الحضاره، بحدائق الفسطاط المليئه بالحدائق المتنوعه والنباتات النادره يعني حدائق يعني تعد تمثل نماذج تاريخيه مختلفه. خلينا نتكلم مع حضرتك عن ما وصلت إليه هذه الحدائق، ما وصل إليه التطوير والعمل داخل حدائق الفسطاط، يعني إلى أي مدى قدرنا نصل إلى المنجز النهائي اللي بتسعى الدولة إليه، ونتكلم أيضا مع حضرتك على مردود هذا على السياحة. زي ما حضرتك ذكرت في البداية إن المنطقة يعني كانت يعني أنا آسف لما أقول الكلمة يعني في الثمانينيات والسبعينيات كانت مقلب قمامة، إحنا قلنا ده صراحة. إنما فعلا لما نيجي نشوف دلوقتي هتبقى كارئة يتنفس بها ساكن القاهرة الكبرى، ده بالإضافة طبعا لضيوف مصر سواء من العرب أو من الأجانب اللي هيجوا يزوروا هذه المنطقة والاهتمام بها. منتجع سياحي ضخم بيضم مجموعة كبيرة من الألعاب الرياضية، المتنزهات، بيضم أيضا مجموعة كبيرة أيضا من المزارات السياحية، الأنهار الصناعية، الشلالات وما شابه ذلك، بحيث أن الضيف أو المصري أو أي حد هيجي يقضي يوم كامل في هذه المنطقة يلاقي كل المنطقة احتياجاته أو يلاقي كل اهتماماته. بالضبط، المنطقة العريقة اللي احنا بنقول أقدم منطقة في مصر الإسلامية، لأن كانت هناك ولا تزال أطلال مدينة الفسطاط، واللي اتشرف دولة رئيس الوزراء النهاردة وألقى نظر عليها، لأن المنطقة دي كلها بتتطور. والتطوير حضرتك بدأ من إنشاء متحف مهم جدا ألا وهو المتحف القومي للحضارة المصرية اللي سيادة الرئيس تشرف بافتتاحه في من سنتين، والموكب المومياوات اللي تم نقل الملوك والملكات الى لو تتصور حضرتك والساده المشاهدين ان المكان ده كان برضو امتداد لمقالب الزباله التي خاصه بالقاهره الكبرى، وحصل التطوير والاهتمام بالعين الطبيعيه الجميله اللي هناك اللي هي منطقه عين الصيره وتاهيلها سياحيا. ليس المتحف الحضاره ولا عين الصيره، وانما ايضا المنطقه المحيطه بجامع عمرو بن العاص والكنائس، لدرجه ان احنا في علم الاثار بنقول ان المنطقه دي يطلق عليها ومعروفه باسم مجمع الاديان. مجمع الاديان السماويه الثلاثه، الاسلاميه في مدينه الفسطاط وجامع عمرو بن العاص، المسيحيه القبطيه الجميله في مجموعه الكنائس، الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو الدرجة وكنيسة ماري جرجس والسبع كنائس وأديرة موجودة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أقدم المعابد اليهودية المصرية ألا وهو المعبد اليهودي السناجوج اللي موجود في هذه المنطقة. الدولة مشكورة يمكن بقالها دلوقتي داخلة في سنتين عمالة تطور هذه المنطقة لكي تصبح منطقة جذب سياحي مهم جدا. زي ما أنا قلت لحضرتك يستطيع الزائر، وبقول الزائر أي من مهما كان هذا الزائر جنسيته، يقضي يوم يستمتع بالطبيعة والخضرة والزراعة والمية والآثار والمتاحف من خلال المتحف القومي للحضارة. حضرتك تتوقع يعني انتهاء العمل في هذه المنطقة وانتهاء تطويرها بالكامل ممكن يكون امتى؟ اللي أنا شايفه حضرتك بعد أشهر قليلة، يعني ممكن شهرين ثلاثة، لأن فعلا هم في المرحلة النهائية للافتتاح، وحتى درة الجوامع وأقدم الجوامع جامع عمرو بن العاص بدأ خلاص يمكن الانتهاء من خلال زياراتي هناك الانتهاء من ترميمه. أشرت حضرتك لحاجة مهمة جدا، احنا عندنا آثار مش موجودة في العالم، آثار إسلامية اللي هو سور مجرى العيون، وتفضل برضو السيد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان القى نظر عليه النهارده. مجرى العيون ده اللي كان بينقل مية النيل لقلعة الجبل، قلعة صلاح الدين، وازاي الميكانيزم الطريقة التكتيكية او
طريقة السوائي الجميلة اللي بتنقل المية من نهر النيل إلى القلعة، وكل ده إن شاء الله هيبان بالصورة وبالحدث وبيقع الطبيعة. هنبين للزائر والمشاهد كيف كان يتم نقل المياه من ساقية إلى بير إلى ست سوائي إلى مجرى لكي تصل المياه إلى أو المياه مياه الشرب إلى قلعة الجبل. دكتور جمال، عارف حضرتك وإحنا بنشرح دلوقتي إيه الحاجات اللي موجودة في المنطقة، سواء من جمال طبيعة ومن حدائق نادرة أو من أثار تاريخية مسيحية يهودية إسلامية أو من منطقة هتبقى منطقة كمان ترفيهية يعني فيها كل وسائل المتعة، يضاف ده إلى سيل من الأثار والجمال الشاطئي اللي مش موجود عند حد. دايما بيبقى السؤال يعني الفلسفي اللي لا إجابة عليه، إحنا عندنا كل ده بالشكل ده بالتنوع ده، وإنه ممكن يكون في مكان واحد فيه كل ده في نفس ذات الوقت، وما زلنا نعاني من إنه لا ترتقي السياحة بدخلها بما لدينا من إمكانيات. بعد إذن حضرتك، معلش أنا يعني اختلاف شوية، لا ترتقي السياحة، لا أنا هقول الحمد لله. الحمد لله يمكن الشهرين الأخرى دول ارتقت السياحة وأكتر. ولو حضرتك تقصد على الارتقاء السياحة اللي هي التعامل، لا أنا أقصد الدخل القومي، بمعنى أنه في دول كثيرة ما عندهاش 1/10 من اللي عندنا ولا التنوع اللي عندنا، والسياحة نمرة 1 في دخلها القومي، وتعتبر من يعني من المصنفة من أهم دول العالم في السياحة. هذه المكانة في السياحة تستحقها مصر بالتأكيد إنها تكون واحدة من أهم دول العالم في السياحة. ما هو ده اللي أنا بقوله لحضرتك، أنا بقول في خلال الشهرين اللي فاتوا، لا ما شاء الله السياحة عادت وبقوة من أكثر مما فات. في التسعينيات قبل كورونا وقبل 2011 وقبل لا السياحة بدأ يبقى في انتعاش، وبدأنا نهتم بالسياحة، وبدأ الدخل القومي يزيد الحمد لله من خلال السياحة الوافدة على مصر. واللي عايز أقوله لحضرتك والأستاذ المشاهدين إن الحاجة الجميلة بقى إن زاد هنا السياحة الأسيوية. تخيل حضرتك انك يعني احنا كنا نقول مثلا السياحة الأوروبية، السياحة الأمريكية سواء أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية، لا أنا بشوف دلوقتي مجموعة من السائحين من مناطق آسيا الوسطى ومن آسيا، سواء من الصين أو من اليابان أو من أندونيسيا أو من الجمهوريات المستقلة اللي هي أوزبكستان وتطرستان، اللي هي الجمهوريات اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي قديما. ليه؟ لأن تتخيل حضرتك أن هذه المناطق اللي هي السوفيتية قديما دي أصل المماليك، وعندنا المماليك اللي حكموا مصر من عام 1250 ميلادية لعام 1517 كان أصلهم من الأماكن دي. فالناس اللي في كازاخستان وأوزبكستان بالذات بدأوا ييجوا بآلاف مؤلفة لزيارة آثار مصر المملوكية، وبدأوا ييجوا يقولوا إيه، إحنا عايزين نروح جامع الظاهر بيبر اللي في حي الظاهر، إحنا عايزين نروح مقياس النيل، لأن اللي عمل المقياس واحد مهندس من مدينة فرغانة تابعة لدولة أوزبكستان. فعايز أقول لحضرتك السياحة الحمد لله وربنا يزيد، وبقى عندنا كده بنجذب سائح جديد يعني. والحقيقة يعني طبعا ما كنتش أعرف المعلومة دي إن السياحة زادت من المنطقة دي بناء على رغبتهم في إنهم يشوفوا الآثار المملوكية أو اللي كانت في وقت المماليك يعني. يعني هذا الربط ما جاش في ذهني رغم علمي إنهم يعني المماليك من هذه المنطقة أساسا، بس هو الحقيقة يعني وضع جيد جدا إن يكون عندنا سياحة أسيوية من مناطق مختلفة تيجي وتزور مصر وتساهم طبعا في يعني نمو السياحة في مصر. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ دكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار جامعة القاهرة على وجود حضرتك معنا، وبستأذن حضراتكم في فاصل قصير ونرجع نستكمل أخبارنا.
رجعنا مرة ثانية نستكمل مع حضراتكم أخبارنا. الخبر التالي: يستقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وفدا من مركز إيماك بمؤسسة الأهرام الصحفية برئاسة الأستاذ عبد الناصر كمال زهران المدير العام بالمؤسسة، ومعه مهندسة فدوى فكري مديرة التدريب بالمؤسسة، والمهندس سيمون جمال مدرب الجرافيك، والمهندس سيد عبد العيد المسؤول الدعم الفني، واصطحب الوفد القس لوقا يوسف. خلينا نروح لخبر شغل الرأي العام الساعات اللي فاتت، وهو خبر يعني أنه من يومين تم إعلان إفلاس بنك أمريكي اسمه سيليكون فالي. أكد البنك المركزي المصري أنه لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثراً بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك سيليكون فالي الأمريكي المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة، نظراً لعدم امتلاك البنوك المصرية أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى سيليكون فالي. كانت جهات الرقابة الأمريكية أغلقت بنك سيليكون فالي بعد انهياره وفشلوا في تعويض الخسائر المالية، بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجئة التي قام بها عملاؤه، مما أدى إلى إعلان إفلاسه رسمياً. تم إعلان الإفلاس في صباح أول أمس الجمعة ليصبح تحت سيطرة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة. يعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذر. طيب إحنا معنا على الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني خلينا نطمن الناس عن تداعيات، أي تداعيات سلبية تخص القطاع المصرفي المصري خاصة بإفلاس بنك سيليكون فالي. يعني البنك المركزي المصري أكد أنه إحنا يعني ما فيش أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى سيليكون فالي، لكن الحقيقة إفلاس هذا البنك اللي هو يعد يعني يمكن البنك السادس عشر قيمة في الولايات المتحدة الأمريكية كان ليه تداعيات كبيرة هناك. يعني شفنا بنك فيرست ريبابليك الناس واقفين على باب البنك بيحاولوا يسحبوا أموالهم وودائعهم، وبالتالي حالة من الاضطراب. هل هذه الحالة تؤثر على الحالة المصرفية الأمريكية على البنك الفيدرالي؟ هل ده ممكن يكون له تداعيات تؤثر علينا بشكل أو بآخر؟ طب شوف يا فندم، خلينا اولا بعد بشكر حضرتك على استضافتك الكريمه، خلينا نقول مصر ليس لها علاقه او البنوك المصريه ليس لها اي علاقه ببنك الامريكي سيليكون فالي خالص، لا لنا تعاملات ولا ودائع، لا بنوك ولا الحكومه ولا يمكن حتى الشركات المتعامله في التكنولوجيا. ده بامر قاطع. ده شك. الشق الثاني رأس مالية للأسف دي من تداعياتها أو من أضرارها، ويمكن حضراتكم تعلموا جيدا أن أمريكا كل يوم، مش كل يوم يعني، كل فترة بترفع أسعار الفايدة فبيتضرر السوق الأمريكي. الفيدرالي الأمريكي متوقع هيرفع أسعار الفايدة تاني، وطبعا كل ما بيرفع أسعار الفايدة بيؤدي لاختناق لسوق الاستثمار. الناس اللي عايزة فلوس عشان الشركات التكنولوجية اللي هي خاصة بالسيليكون دي بتطلب أموال كبيرة. لما طلبت أموال كبيرة البنك ما كانش عنده القدرة المالية يلبي كل الطلبات، فاضطر يبيع أصوله بأسعار بخسارة ببخ، فأدت لي خسارة كبيرة جدا. ابتدت العملاء يتسرب لها الأخبار، ابتدت تسحب أموالها. من أسبوع ظهر الأمر تداعياته يوم الجمعة الماضي، للأسف حدث الانهيار. ليه؟ لأن البنك لما بيبيع أصوله اللي احنا بنسميها الأصول دي اللي هي السندات يعني وزون الخزانة بأسعار خسارة خلاف اللي اشترى بيها، فبتحقق خسائر، فالمساهمين بيطلعوا على هذا الأمر، فبيحصل إن المتعاملين بيسحبوا فلوس. فالبور عليك طبعا عرفت الخبر، ابتدى الناس يبيع أسهم البنك كمان، خسر يوم الجمعة 60%. فتشوفي حضرتك الرأسمالية هي دي من الأضرار، إن مش زي عندنا البنك المركزي عندنا في مصر بيحفظ أموال العملاء من جنيه للمليارات كلها اللي محطوطة جوه البنك.
في امريكا لا الكلام ده مش موجود. طب خليني اسال حضرتك، بما انه في امريكا الكلام ده مش موجود وده سيستم الرأسمالي، حضرتك قلت يعني انه لما حصلت الخساره وابتدت الناس تسحب يعني اموالها، شفنا زي ما بقول لحضرتك انه في بنوك تانية ابتدت الناس خايفه وعايزه تروح تسحب اموالها، وحضرتك كنت بتتكلم عن انه الفيدرالي كل شويه بيزود الفايده. هل نتوقع انه حاله الهلع دي وان الناس تسحب اموالها يؤدي الى يعني برضو افلاس بنوك اخرى؟ هل ده يؤدي الى ان الفيدرالي هيرفع مثلا الفايده تاني، فرفع الفيدرالي الفايده بيأثر علينا احنا هنا برضو؟ مظبوط، بس خلينا نقول، خلينا في الشق بتاع امريكا اللي هو اللي حضرتك تفضلت بيه في السؤال. امريكا هترفع الفايده، هترفع الفايده ده جانب بنسميه في السياسات النقديه. ليه؟ لان هم عايزين يحجموا التضخم، لان مستويات الاسعار كبيره جدا، فبيحاولوا يجذبوا جزء كبير جدا او يحجموا التضخم مثل ما بنقول دايما الاقتصاديين، فبيرفعوا اسعار الفايده. من زي ما بنقول كده، من اضرار الرأسمالية ان لو بنك افلس ما عندهمش مشكله، بيفلس ويدي جزء من امواله، عندهم اسمها الهيئه الفيدراليه بتحفظ الاموال لغايه 250 الف دولار. بعد كده اللي عنده مثلا 300 الف دولار راحوا عليه خلاص، لكن اللي عنده اقل من كده بيدوله فلوسه. بس بيدوله فلوسه امتى؟ وده السؤال. يعني تخيل حضرتك بتحط فلوسك في البنك عشان تاخدي عائد يومي او شهري او سنوي، فلما يجي التعويض من البنوك بعد الاضرار الماليه اللي لحقت بملك السيليكون مثلا، ده سيليكون فالي، بعد سنه ففي خسائر برضو ايضا. هي دي، انت حضرتك لسه بتتذكري لومان براذرز. خليني اقول لك بقى على نقطه في غايه الاهميه. هو ده العيب اللي في الاقتصاد الامريكي اللي هو بنسميه وهم التقييمات الجزافيه، بيقيموا الاسعار. يمكن حضرتك تتذكري الرهن العقاري، بدلوا يعملوا رهونات على الرهن العقاري ويعملوا تقييمات على الوحدات التقنية بأسعار مبالغ فيها. ثم حدث الطمة الكبرى ان انهار الاقتصاد الامريكي في 2008. في 2008 ثم اخذ العالم معاه لأزمة ركود. النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك بنك سيليكون ده فيه مساهمين من عدد من الدول العالمية، دول أجنبية والصين وما شابه لذلك وأوروبا. يمكن حضرتك تعلمي جدا أن بنك إنجلترا المركزي النهاردة عنده تخوف لأن المساهمات بتاعتهم راحت، فدي خسائر. هو ده الرأسمالية اللي بنتكلم عنها. حضرتك ما تنسيش أن من سنتين كان في شركة الاستثمار العقاري في الصين ب 300 مليار دولار انهارت بسبب التقييمات الجزافية برضه، وسبب أن الأزمة كورونا. التخوف من الأسواق العالمية دايما من التقييمات الغير دقيقة، هو ده اللي احنا دايما الاقتصاديين بيتكلموا عنه. التقييم لازم يكون دقيق، سواء من مؤسسة كبرى أو مؤسسة صغرى أو بنوك. فعلشان كده النهاردة حضرتك اللي انت بتشوفيه ده، أول ما صرح بيه البنك المركزي عندنا قال لك أنا ماليش تعاملات. في دول تانية ليها تعاملات؟ طبعا في دول طيب تانية. هل يعني هل ده ممكن يؤثر؟ انا كده اطمنت انه احنا ملناش تعاملات وبالتالي احنا يعني في مأمن من هذه الكارثة. هل ده ليه تداعيات مثلا على البورصة او ما شابه ذلك، يعني ان يكون في تأثر بسبب افلاس هذا البنك؟ لو حضرتك بتتحدثي عن البورصة المصرية، نحن ابعد مما تتخيل. تاني، البورصة المصرية والبنوك والاقتصاد المصري أبعد مما تتخيل، ما لناش علاقة خالص. تمام. لكن البورصة في أمريكا طبعاً. طبعاً البورصة في أمريكا بالتأكيد اتأثرت، لكن أنا بسأل عن يعني لو أي اهتزاز في البورصة. لا، أنا عايز أقول لحضرتك، اطمني، النهاردة الحكومة بتعلن عن شركتين من أكبر الشركات الخاصة طبعاً. وطنية اللي هم طبعاً. وطنية، شركة وطنية وصافي. يا ريت الناس كلها، إذا الحكومة طرحت جزء للمساهمين الأفراد، يا ريت الناس تخش تستثمر فيهم. الشركات دي شركات حكومية، شركات وطنية، شركات محققة أرباح، شركات ناجحة الحقيقة. طبعاً طبعاً بالضبط، بالمليارات. وأعتقد ده سوق جاذب بالنسبة لنا، لأن إحنا سوق نامي. إحنا عندنا رقابة فندم من أكتر من جهة على سوق البورصة المصرية وعلى الشركات. عايز أطمن حضرتك، الحمد لله إحنا في أمان، رغم إن إحنا زي ما بيسمى كده إحنا سوق نامي، سوق من الأسواق اللي هي لسه صغيرة مقارنة بالسوق الأمريكي. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على وجود حضرتك معنا وعلى تطمينك لينا. نطمن إنه مفيش أي مشاكل تخص مصر فيما يخص إفلاس هذا البنك.
طيب خلونا نروح لوزارة الهجرة اللي أطلقت حملة خبراء مصر بالخارج يجيبون لماذا نستثمر في مصر. أعلنت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن إطلاق حملة توعوية تحت عنوان خبراء مصر بالخارج يجيبون لماذا نستثمر في مصر، وذلك في إطار دور وزارة الهجرة في الترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المستثمرين في الخارج. خلونا نشوف الفيديو الخاص بالموضوع ده ونرجع نستكمل معاكم. أنا اسمي ريك مناسا، احنا عندنا شركتين في مقرهم في تورونتو كندا، واحدة اسمها آي كير هوم هيلث بتقدم خدمات للمسنين في المنازل ورعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والشركة الثانية اسمها هيلث اسبريسو ودي داخلة في التقييم الإلكتروني بما فيها بعض الارتفيشال انتليجنس اللي بيساعد ان يواصل الخدمات الصحية ما بين الجهات الحكومية والأفراد في المجال الصحي. العالم بيمر بأزمة أنا بسميها عاصفة اقتصادية. أنا بسافر كتير جدا وغالبا الشعب المصري برضو متابع مظاهرات في أوروبا. مطرح ما أنا عايش في كندا احنا أسعار الوقود ضعفت، الأكل زاد، عندنا مشاكل في بعض الأدوية. أنا عارف في أمريكا كان فات 3 أشهر ما كانوش لاقيين الأكل بتاع الأطفال. فطبعا لما تبص على مصر وتبص على اللي حاصل في مصر السلع متوفرة، أيوة بتغلى، بس دي حاجة حاصلة في العالم كله، بس أهم حاجة حاصلة في مصر اللي هي أعلى من بقية العالم إن في هنا ستابيليتي أو في النظام الحكومي اللي بقية العالم دلوقتي ابتدى يبقى فيه انستابيليتي. شايفين حروب بتقوم في أوروبا، شايفين في أمريكا برضه، هرجع لأمريكا تاني، الأنظمة الحكومية بتضرب بعض بشراسة والشعب كله تعبان. احنا هنا شايفين استابيليتي بتحصل، الحقيقة دي حاجة مهمة جدا للشعب لو هو واخدها يعني من غير ما يركزوا فيها، محتاجين يركزوا فيها فعلا ونشكر ربنا عليها. المشاريع اللي بتحصل في البلد الحقيقة الحلو في الحاصل من وأنا مش طول بكلمة بطبل مش بطبل، لكن الحاصل من القيادة دلوقتي ان المشاريع بتغطي كذا حاجة. يعني من الحاجات المهمة ان احنا نأمن مثلا الأمن الغذائي، فعايزين نزرع صحراء، عايزين نزرع صحراء محتاجين مية، فعايزين نأمن المية. شايف ان احنا بنحاول نتيح الفرص للاستثمار في شتى أنحاء المجال. وفي شتى أنحاء البلد، ودي حاجة حاصلة أنا متابعها دلوقتي من بعد طبعا الثورتين اللي فوتنا فيهم هنا. والبلد الناس حاسس ساعات الناس بتنسى إن البلد كانت هتقع، وإحنا فين وكنا فين. في دلوقتي طبعا بعض المشاكل، لكن أكيد إحنا في عملنا طفرة كبيرة جدا، وحاول لك ان احسن من بلاد تانية كتير جدا. لكن حتى لو ما فكرناش في بلاد تانية كتير، احنا هنا عندنا فرص في مصر مش موجودة في بلاد كتير. اللي انا عايزه لاخواتنا المصريين كلهم ان دي مرحلة هتعدي، دي مرحلة وهتعدي. بصراحة البلد طبعا فات عليها سنين كتير كانت في حالة ركود. احنا في مرحلة دلوقتي انا في رأيي بسميها مرحلة انتقالية، مرحلة بنى، والبنى ده ليه أبعاد يمكن ما نشوفوش بكرة أو كمان ساعة، لكن في ظرف كام سنة مصر احنا طبعا مش بنراهن، احنا جايين نستثمر فيها لان احنا واثقين ان طبعا مش هنخسر فلوسنا وهيكون في سوق جامد. فانا لو انا مصري دلوقتي فكر لقدام، فكر ازاي انت كمان تبقى جزء من البنى. ابتدينا ندعو بعض الناس ان هم يجوا يستثمروا في مصر. بالصدفة قابلت واحد زميل ليا من كندا ليه في التنجيم، وكان بالصدفة انا في السعودية هو جاي من الهند، فبقول له لازم تيجي مصر.
قال لي ليه، فقلت له انت شغال في المايننج، احنا عندنا دلوقتي مايننج في مصر كبير قوي، فقال لي انا سامع على مناجم ذهب، قلت له تعالى اتفرج وفي اكتر من كده. وفي نفس الوقت احنا ان شاء الله هنجيب اخوه من السعوديه يشتركوا معانا في مشروع هنا هنعمله في مصر في المجال الصحي بمبلغ كبير جدا، من 300 ل 400 مليون دولار. فاحنا اكيد بندعو دايما اي شخص بنقابله من خلال سفرنا او في كندا نفسها انهم يستثمروا في مصر. انا احب اي حد هيشوف الفيديو احب اقول ان لو عندك اي نية للاستثمار في اي بلد في العالم بص على مصر الاول والتاني وتالت واستثمر في مصر. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، حيث استعرض عدد من الموضوعات المهمة التي تستهدف دعم الكرة الأفريقية لا سيما في ظل ما تشهده من تطورات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة. أعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر الكامل لخطة كاف التي تستهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تنظر إلى الملف الرياضي باهتمام شديد، مشيرا إلى تجارب الدولة المصرية المتميزة في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وعلى رأسها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم وكأس العالم لكرة اليد. معنا على الهاتف الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ جيرة، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي النساء. ايه اسباب زياره رئيس الكاف لمصر، وهل يعني بصدد احنا تحضير اي حدث رياضي مهم الفتره القادمه؟ يعني هو بالتاكيد اللقاء حظي باهتمام كبير، لقاء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني وبياتي حضور مستر موتسيبي او السيد موتسيبي الى مصر على هامش حضوره نهائي بطوله كاس امم افريقيا للشباب تحت 20 عام اللي كانت استضافتها مصر خلال الاسبوعين الماضيين، وفاز بلقبها منتخب السنغال بعد تغلبه على جامبيا في المباراه النهائيه. بالتاكيد يعني كان حريص موتسيبي على ان هو يحضر اجواء نهائي البطوله ويكرم المنتخب الفائز باللقب. كنا نتمنى بالتاكيد بالتوفيق حتى ان يكمل مشواره، ولكن في قادم المواعيد والبطولات ان شاء الله يكون التوفيق حليف المنتخبات المصريه كلها. بالتاكيد كان لقاء مثمر للغايه ما بين الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الاتحاد الافريقي، تناول عديد الموضوعات منها او ابرزها فكره اقامه مقر جديد للاتحاد الافريقي. نعلم بكل تاكيد هناك مقر في يعني مدينه سنت من اكتوبر هو مقر الاتحاد الافريقي منذ سنوات عديده في هذا المكان، يمكن تم استعراض فكره اقامه مقر جديد شرق العاصمه القاهره. بالتاكيد هتبقى يعني فكره جديره بالاهتمام من جانب الاتحاد الافريقي، خاصه الكل يعلم ان هناك محاولات أن يكون هناك أو لنقل مقر الاتحاد الأفريقي من مصر، ولكن بالتأكيد لما تشهده مصر من يعني نجاح كبير في استضافة العديد من المحافل الدولية والبطولات بالتأكيد يؤكد على مكانة مصر لدى القارة الأفريقية وقدرتها وثقة حتى الاتحاد الأفريقي وكل الاتحادات الدولية في إمكانيات مصر على استضافة وإنجاح البطولات الكبرى. شفنا بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2019 وحتى بطولة الشباب وبطولة أيضا المنتخبات تحت 23 عام المنتخبات الأولمبية اللي كانت مؤهلة لأولمبياد طوكيو الماضي، بالإجابة بجانب طبعا بطولات أخرى زي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. كل هذه الأمور بالتأكيد يعني تؤكد على نجاح مصر في استضافة الأحداث الكبيرة. كان حضر اللقاء النهارده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وفيرور موسينجو سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكره القدم. تم استعراض ايضا مدينه مصر للالعاب الاولمبيه اللي تقام في العاصمه الاداريه وما بها من منشات واستاد يتسع لاكثر من 92,000 متسرج. كل هذه المنشات بالتاكيد تحفز الكاف على اسناد طبعا ان يكون في يعني استضافات. طب يعني ده هذا جميل جدا، بس خليني استغل وجود حضرتك معايا كناقد رياضي يعني واسالك عن وضع الكره المصريه. احنا دلوقتي عندنا قطبين الكره المصريه في وضع شديد الصعوبه في المجموعات بتاعتهم، يعني خصوصا صحيح. بعد خساره الاهلي امام سان داونز، والفريقين كل واحد فيهم مضطر انه يكسب الماتشين اللي جايين، وحال منتخب الشباب وحال المنتخب الوطني. كيف برايك كناقد رياضي كيف ترى او تحلل حال الكره المصريه في الوقت الحالي؟
يعني هو بالتأكيد الشارع الرياضي ككل يشعر بالقلق، خاصة قبل مباراتي منتخب مصر يومي 24 و 28 مارس الجاري أمام ملاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023. بالتأكيد هناك يعني عندما يتعلق الأمر بمنتخب مصر جميع المصريون وجميع المشجعين على اختلاف انتماءاتهم بيتحدوا خلف راية المنتخب، يبقى عندنا أمل كبيرة أن منتخبنا هو اللي يفرحنا وهو اللي يبقى مصدر السعادة والفرحة دائما للمصريين. بالتأكيد وضع غير طبيعي أن يكون قطب الكرة المصرية الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك في هذه الوضعية بمجموعتيهما في دوري أبطال أفريقيا، كل منهما حصد 4 نقاط فقط في 4 مباريات، وضع لا يليق باثنين يعني عندهم 15 لقب بدوري أبطال أفريقيا مجتمعين. فبالتأكيد يعني يدل على أن برضو بقدر ما هو الحالة الفنية التي يمر بها الفريقان الأهلي والزمالك ليست الأفضل، ولكن أيضا الكرة في أفريقيا تتوارد بشكل كبير جدا، مما جعل العديد من المنافسين لديهم رغبة وطموح في يعني مجاراة الفرق أو الأندية المصرية في المحافل الرياضية الكبرى. نأمل أيضا أن يستمر الحال إلى الأفضل فيما يخص أيضا بيراميدز وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية. بالتأكيد يعني الفرصة قائمة أمام الأهلي والزمالك للتعويض في المواجهات القادمة، ونأمل كل التوفيق للمنتخبات أيضا على مستوى حتى نتمنى ونأمل ونضم صوتنا لصوت حضرتك. بشكرك جدا أستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي على وجود حضرتك معنا. طيب خلونا نروح للخبر الآخر. نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال بيوم المياه العالمي. يأتي ذلك بحضور دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وعدد من المسؤولين. أعرب دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن سعادته بهذا اللقاء خلال احتفال يوم المياه العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار تسريع التغيير. أشار هاني سويلم أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمياه هو امتداد لتأكيد اهتمام مصر منذ فجر التاريخ بحق مؤكد للبشرية جمعاء وهو حق كل فرد في المياه. قد سطر التاريخ براعة مصر منذ عهد قدماء المصريين في ترويض وإدارة نهر النيل وترشيد استخدام مياهه، والاحتفال بيوم المياه العالمي كل عام حتى الآن هو ترسيخ لاحتفال أجدادنا القدماء المصريين بيوم وفاء النيل. معنا على الهاتف دكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور نادر. مساء النور يا فندم. خلينا نتكلم عن الاحتفال يعني اليوم العالمي للمياه، والشعار اليوم هو تسريع التغيير. ماذا يعني هذا الشعار ودلالته؟ يعني هو احنا بقالنا ما يقرب من يعني 20 سنة 23 سنة منذ أن أقرت الأمم المتحدة يوما عالميا للمياه، يأتي يوم 22 من مارس في كل عام، وبدأ تطبيقه فعليا على أرض الواقع ابتداء من عام 1996. كل سنة بيبقى ليه شعار، يعني في سنة مثلا المياه هي الحياة Water is Life، في سنة تانية إن كل نقطة مياه تفرق، وبعدين شعار بعديه اعتمد على كل نقطة مياه. العام الماضي كان المياه الجوفية وأهميتها ومنع التلوث عنها، السنة دي الإسراع بالتغيير يعني معناه ابدأ بنفسك، انه ابدأ كبشر كبني آدم مستفيد. هل هذا الشعار دكتور نادر مرتبط بحالة التحديات الكبيرة اللي بواجهها العالم من غضب الطبيعة والتغير المناخي الملفت اللي بنعاني منه السنوات الماضية؟ هل تسريع التغيير له علاقة بهذا ربما لحماية مواردنا المائية في العالم؟ هو حتى هم في شرح الإسراع بالتغيير يعني يقول لك ابدأ بنفسك في بيتك في مدرستك في حقلك في القرية بتاعتك في المدينة، انه وانت فاتح الحنفية بتحلق دقنك تقفلها من وقت للتاني، وانت بتدعك سنانك تقفلها وترجع تفتحها تاني، وانت بتاخد دش تاخد الدش بسرعة وتقلل. يعني المهم انك اسرع بقى بالتغيير، لان كل الشعارات اللي قلناها قبل كده من ان كل نقطة مية مهمة، وانه المية دي هي يعني ما بنقول المية المالحة 97.5% والمياه العذبة 2.5، كأننا بنقول مثلا هم حتى شبهوها، لو قلنا بانيو الحمام مليان مية مالحة تبقى المياه العذبة قد معلقة شاي صغيرة، عشان نعرف قد ايه المياه العذبة قليلة وشحيحة. وبالتالي لما نيجي عندنا في مصر مثلا الإحصائية الأخيرة بتقول 33% من مياه المنازل مهدرة، 33% واحنا بندي المنازل 10 مليار، المنازل والمحليات يعني المدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها،
10 مليار، يبقى في 3 مليار و300 مليون بيهدروا، بيتحولوا من مياه نافعه نستخدمها الى مياه ضاره راحت الى الصرف الصحي والمجاري، وبالتالي بقت ممرضه لان فيها امراض كثيره، كل انواع الامراض بتبقى موجوده. وبالتالي انك ابدا بنفسك، او الاسراع بالتغيير معناها انك يعني الشعارات اللي قلناها بقى دي عايزينك تبدا بنفسك في بيتك في قريتك. والحقيقه يمكن احنا في مصر احوج ما يكون لده، لانه قدام الجهود الكبيره اللي بتقوم بها الدوله في مساله الحفاظ على المياه وتنقيه المياه وتحليه المياه، ويعني هذا المجهود الطويل محتاج يكون عندنا احنا شيء من الوعي في التعامل مع المياه. بالظبط كده، لان اولا دوله فقر مائي، عندنا عجز حوالي 22 مليار متر مكعب كل سنه، بنستعيد عنه كمان بنستخدم 20 مليار من مياه المخلفات اللي بنعالجها علشان ننزل العجز، والعجز الاصلي 42 مليار. لما نستخدم 20 مليار من مياه المخلفات ونعالجها زي مصرف بحر البقر، وحاليا مصرف مصارف غرب الدلتا اللي هتروح الدلتا الجديده غرب اسكندريه، كل دي وفرت لنا 20 مليار، فالعجز عندنا نزل 22 مليار. اذا احنا دوله فقر مائي، يبقى كل قطره ميه تفرق معانا، يبقى لازم كل واحد فينا مسؤوليته يحافظ على الميه. اذا كان في 33% في المنازل فتفرق حقول اكثر من 35%. طبعا بالذات في الري بالغمر، عشان كده الوزير يمكن هو بيشرح ان سبل تطوير الري، احنا بطلنا الترع وبدانا ندخل نظام الديبوت والري بالتنقيط والري بالرش، كل ده كله علشان نوفر وكمان نستعد لتغيرات المناخ اللي هو احترار عالمي، ارتفاع حراره الجو، فبالتالي التبخير هيبقى اكتر، البني ادم هيشرب ميه اكتر، الزرع هيشرب ميه اكتر، عشان انتج نفس الكميه من الغذاء هستهلك ميه اكتر. طب هجيب ميه اكتر منين؟ المياه العذبه ثابته في العالم من 2000 سنه ما بتتغيرش، هي مصدرها الامطار كلها، سواء تسقط على منابع الانهار تبقى نهر او تبقى بحيره او تبقى امطار زي اوروبا. فبالتالي لازم بقى نبدا بنفسنا ونسرع في عمليات التغيير. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك دكتور نادر نور الدين استاذ الاراضي والمياه بجامعه القاهره، بانه ضروره الاسراع بالتغيير حفاظا على حياه الانسان على هذا الكوكب. بشكر حضرتك جدا دكتور نادر نور الدين. شكرا. استاذ الاراضي والمياه بجامعه القاهره. خلونا نشوف بقى الاضطرابات الجويه اللي هتبقى موجوده غدا. الارصاد بتحذر من امطار ورياح ترابيه. كشفت الارصاد عن حاله الطقس غدا الاثنين، موضحه انه مائل للحراره غائم نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه والشرقيه والغربيه وسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، وليلا يسود طقس بارد على اغلب الانحاء. ده العادي الفتره دي، الصبح حر وبالليل ساقع. حذرت هيئه الارصاد الجويه من نشاط للرياح ملحوظ محمل بالرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تصل إلى القاهرة. أشارت إلى استمرار تكون الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية ساعات الصباح الأولى، وعلى الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية. يبقى نخلي بالنا من السواقة بسبب الشبورة، نخلي بالنا من جيوبنا الأنفية وحساسية الصدر بسبب الرياح، ونعدي فصل الربيع المضطرب ده. طيب خلونا نروح لصورة وتعليق. الساعة 6-7 الصبح بالكتير تقوم تشرب كوباية الشاي وتاكل لها لقمة عيش علشان تصلب طولها وتعرف تكمل يومها في الشقة اللي بتقوم بيه كل يوم. تقوم تاخد العربية الربع نقل، ترد على الموبايلات، حاضر جاية حالا حاضر جاية حالا، توصل بالعربية ترفع الأنبوبة على كتفها، تطلع تفك وتركب وتكمل وتروح لده وتروح لده. سموها سيدة الأنابيب. الست دنيا سموها كمان أم الدنيا. ست دنيا بتشتغل في توزيع وفك وتركيب الأنابيب يمكن من أكتر من 30 سنة. دنيا اتجوزت وخلفت بنت سمتها إيمان، وبعد سنتين من جوازها جوزها طلقها وسابها، ولا شاف إيمان ولا صرف على إيمان ولا رب إيمان ولا عرف حاجة عن إيمان. وزيها زي أي ست بميت ست، وزي أي أم طبيعية يعني بتمتثل للطبيعة وللغريزة الخاصة بالأمومة الطبيعية، مش أي أم شاذة، اتكفت على بنتها، وزي أي أم شهمة وجدعة شقيت ورا بنتها وكافحت علشان تربيها. أخوها بيشتغل في توزيع الأنابيب وعنده عربية ربع نقل، قالت له علمني السواقة، خليني أسترزق من العربية. وزي أي أخ جدع تعامل مع أخته على إنها كما لو كانت أرملة، وقف جنبها وإداها العربية تشتغل عليها. اشتغلت على العربية وبعد كام سنة أخوها مات. وزي ما قلنا زي أي أم طبيعية مش شاذة عن مشاعر الأمومة
وزي أي ست شهمة وجدعة قامت بواجبها تجاه أخوها وردت له الجميل وربت ولاده مع بنتها وبقت بتصرف على بنتها وعلى ولاد أخوها. بتطلع من الصبح بدري تشتغل على العربية تشيل الأنبوبة وتركب الأنبوبة وتفك الأنبوبة وتشيل على كتفها وتحمل وتسوق وتوصل أكتر من 60 أنبوبة في اليوم. الست دنيا اشتغلت الشغلانة اللي بيشتغلوها الرجالة لما الراجل اللي في حياتها تخلى عنها وعن مسؤولياته تجاه بنته. اشتغلت الشغلانة اللي بيشتغلوها الرجالة وبقت أب وأم في نفس الوقت، تشتغل وتشقى وتتعب وترجع البيت تربي وتطبطب وتحضن وتحكي حواديت وتأكل وتعالج. اشتغل الشغلانة بيتكسف الشباب أحيانا منها ويقولوا لا كرامتي ما تسمحش اشتغل الشغلانة دي. عشان كده هي دايما بتقول للشباب كلمة واحدة بس، طول ما الشغلانة شريفة وقادرة إنها تديلك قوت يومك أكيد أشرف من القعدة على القهوة. ست دنيا ست بميت ست. قصتها صعبة لكن قصتها زي قصص كتير بنشوفها حوالينا في وسط أهالينا ومجتمعاتنا وحياتنا، مع اختلاف التفاصيل مع اختلاف الظروف مع اختلاف الأحداث لكنها نفس القصة، قصة الست اللي اشتغلت ست وراجل وتكفت حياتها كلها عشان تربي ولادها وحرمت نفسها من كل حاجة وشقيت عشان تعمل للحياة وللمجتمع ولاد منورين ثمرة صبحة وصالحة. عشان كده أنا بشوفها أم مثالية، وأنا الحقيقة دايما ضد تصنيف الأم المثالية. أنا بشوف إن أي أم في الدنيا هي أم مثالية في عينين ولادها، وهي الأم المثالية الوحيدة بالنسبة لولادها، لأن محدش هيخاف عليهم زيها ولا يربيهم زيها ولا يحن عليهم زيها ولا يهتم بيهم زيها ولا يتعب عشانهم زيها طالما هي أم طبيعية. والحقيقة إنها هتقدر تعمل كل اللي في وسعها، يمكن ما تقدرش تعمل لهم أحسن حاجة لكن هتعمل أحسن حاجة من اللي في مقدورتها، سواء كانت الأم دي أم بالجسد أو أم بالقلب، لا اتجوزت ولا خلفت. عشان كده دايما بقول إن الأم هي الشمس والشمسية، الشمس اللي بتنور والشمسية اللي بتحمي. وبفكر حضراتكم ياريت تشاركونا قصص كفاحكم كأمهات وتقولوا لنا الرحلة ونسترجعها مع بعض وتفضفضوا معانا علشان نقدر نحتفي بيكم ونقول لكم عاشت الإيد اللي ربت، عاش فخركم بولادكم وعاش فخرهم بيكم وعاش الشقة اللي عمل الثمرة الصبحة النضجة. فاصل قصير وهتكون معانا الكاتبة الصحفية أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا السابق بعد هذا الفاصل. زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة احنا هنتكلم عن قمة المرأة النسخة الثانية منها، والحقيقة احنا عادة دايما بنتكلم عن المرأة وعن تمكين المرأة وعن إنجازات المرأة وعن تحديات المرأة وعن ثقافة المجتمع ومواجهة المرأة للثقافة دي. النهاردة هنفتح هذا الملف وهنتكلم عن النسخة الثانية الخاصة بقمة المرأة وما حدث فيها من تكريمات ورؤية هذه القمة. هتكون معانا ضيفتنا عبر زوم الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا السابق. مساء الخير. مساء الخير أستاذة أمل. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيكم. أهلا بيك يا ضيفة عزيزة علينا في مساء الخير. أستاذة أمل، يعني أولا أحييكي بمناسبة شهر المرأة، بمناسبة الشهر اللي بتحتفي بيه المرأة بحاجات كتيرة قوي، يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم وغيره، وفي إطار هذا الاحتفاء يعني في الشهر خلينا نحلل مع حضرتك قمة المرأة النسخة الثانية منها. لو حضرتك تابعتيها، إزاي قرأتي هذه القمة؟ قرأتي هذه النسخة باختلافها عن النسخة الأولى؟ أحداث اليوم، التكريمات اللي تمت فيها، وأهم ما في ذلك الشعار اللي تم اختياره وهو تمكين المرأة قوة مصر ومستقبلها ودلالات الشعار ده. أولا أحب أقول لكل امرأة مصرية كل سنة وانت طيبة. شهر مارس هو شهر الاحتفال بالمرأة، يعني احتفالات عديدة، 8 مارس اليوم العالمي، 16 يوم المرأة المصرية، وطبعا بيتوج ده
عيد الأم يوم 21 مارس اللي هو بيبقى فرحة واحتفال كل بيت في مصر، سواء بالأم أو بالزوجة أو بالأخت، باللي ربى واللي كبر واللي اعتنى. الحقيقة إحنا بقالنا عدة سنوات في فعاليات كتيرة بتتم في شهر مارس للاحتفال بالمرأة ولتمكين المرأة بشكل عام. فالحقيقة طبعاً قمة المرأة هي بتدرس بشكل أساسي تمكين المرأة، لأن تمكين المرأة الحقيقة الاقتصادي والسياسي مش هيفرق بس مع المرأة، وهو مش من باب الرفاهية ولا من باب تميز المرأة، ولكنه بيؤدي إلى أستاذة أمل حضرتك معنا؟ أظن إن في مشكلة في الإنترنت. طيب إحنا هنرجع نتواصل تاني طبعاً علشان يعني نستكمل حوارنا اللي يعني في بدايته مع أستاذة أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا السابق. كنا بنتكلم عن تمكين المرأة وعن هذه النسخة. الحقيقة النسخة اختارت شعار عظيم اللي هو تمكين المرأة قوة مصر ومستقبلها، مستقبل مصر مش مستقبل المرأة. يعني ده دلالة على قد إيه الدولة مهتمة رغم كتير من الصعوبات. يعني تمكين للمرأة في مراكز وقيادات في وقت ثقافة المجتمع ما زالت لسه بتحاول تتقبل هذه الفكرة، ففي صراع كبير بين ما تقوم به الدولة من تمكين للمرأة وبين تقبل المجتمع. تمكين اقتصادي في وسط صراع عالمي ضخم بيؤدي إلى زي ما حضراتكم شايفين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يعني تداعيات اقتصادية سيئة جدا، وما زالت الدولة المصرية تدعم تمكين المرأة اقتصاديا. في الدولة المصرية في الفترة السابقة عملت حالة من تمكين المرأة وتخطت بالمرأة نجاحات وتخطت عدد كبير جدا من العقبات. والحقيقة المؤتمر من ضمن الحاجات المهمة اللي كان بيتكلم فيها يعني الجهود الخاصة بالإصلاحات اللي ممكن تؤدي للمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، لأنه كان في كمان حوافز للشركات اللي بتعمل حالة من المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، لأنه الحقيقة المساواة والعدالة أمر مهم جدا، أمر مهم جدا أنه يكون معيار الكفاءة مش معيار الكوتا أو أنه عدد ستات معين عدد رجالة معين، يكون معيار الكفاءة هو اللي بتحكم في بيئة العمل. إذا كانت المرأة هي الكفء فبالتالي هي اللي تحصى بالمكانة في هذه الوظيفة. المساواة اللي تخلي الكفاءة هي اللي بتحكم، المساواة اللي تخلي من الطبيعي أنه عادي مديرتي تبقى واحدة ست، عادي جدا ما فيش أي مشكلة. هذه الأمور في بيئة العمل قد إيه ممكن تخلق مستوى لبيئة العمل عالي الجودة جدا في مصر. كمان الحقيقة الفعاليات كانت بتدرس حاجة مهمة جدا خاصة بتفاصيل السيدات اللي تم تكريمهم، تفاصيل حكاياتهم، التفاصيل اللي زي ما بيقولوا الرحلة بتكمن في التفاصيل، مش بس ان احنا بنلقي الضوء على نجاحاتهم لكن التفاصيل والشقة والتعب، خاصة انه القمة كان فيها عدد كبير جدا من الشابات طالبات الجامعة. فهذه التفاصيل قد إيه ممكن ترمي بظلال صورة ذهنية جيدة بالنسبة لهؤلاء الفتيات الصغيرات، إنه إزاي أستفيد من هذه التجربة، إزاي أستفيد من هذه التفاصيل، من الخطأ الفلاني، الوقعة الفلانية، إزاي قامت، إزاي تعبت، إزاي شقيت، إزاي تجاوزت عقبات علشان تقدر تحقق. وده أمر كان شديد الأهمية. أيضا التكريمات كانت في القمة تكريمات شديدة التنوع، بتقول يعني بتقول قد إيه إنه إحنا عندنا سيدات 50 سيدة مؤثرة، عندنا سيدات مؤثرات في مجالات مختلفة، مجالات اقتصادية، مجالات سياسية، مجالات فنية، مجالات إنسانية، والاهتمام بإنه السيدات يشاركوا هؤلاء المؤثرات الناجحات اللي تم اختيارهم وفق معايير بتقول ان احنا بنستخدم افضل المعايير الدولية في سياستنا الخاصة بتمكين المرأة واستثمار نجاحاتها، ان هم يشاركوا في مشاركات مجتمعية، يشاركوا في التنمية المستدامة في الدولة، وقد ايه ممكن الاستفادة من خبراتهم والاستفادة من ما مروا بيه من تحديات وعقبات عشان يصلوا لهذا المستوى العالي جدا من النجاح ممكن يكون مردوده إزاي إذا شاركوا
في يعني تنمية المجتمع وفي يعني كثير من دعم جهود الجمعيات العاملة في المجتمع. أيضا من ضمن الأمور الهامة مضامين مهمة جدا يعني تحدثوا فيها يمكن لأول مرة أو القمة يعني حابة طبعا لما ترجع لنا الأستاذ أمل فوزي نتكلم عنها، إنه أول مرة يتم الحديث عن مضمون مهم في تفصيلة غريبة جدا هو السعادة في حياة المرأة. إحنا تخطينا حاجات كتير وبقينا بنتحدث عن أمور يعني بنسبق أغوارها لأول مرة، أغوار جديدة، السعادة في حياة المرأة، أهمية أن تكون المرأة سعيدة. دكتورة مايا مرسي تحدثت أيضا عن العنف ضد المرأة وإزاي ده يعني بيمثل حالة من الإعاقة الاجتماعية للمرأة، وإزاي يعني القانون المقترح بالإداء القانون يعني الإداء الأسري، أمور كتيرة جدا قدمت بها القمة، أمور كتيرة جدا بتناقش تمكين المرأة. إن شاء الله أول ما هترجع لنا الأستاذة أمل فوزي الكاتبة الصحفية هنناقش كتير مما يخص ملف المرأة اللي دايما إحنا بنفتحه مع حضراتكم، لأنه مش بنفتحه دايما بمناسبة يعني مش بس بمناسبة إن شهر ده شهر المرأة، لأن المرأة مش محتاجة شهر ولا محتاجة مناسبة، لكن شيء بالشيء يذكر بما إن هذا هو شهر المرأة فخلونا نتكلم عنها وندعمها ونتكلم عن الجهود اللي عملتها الدولة علشان تمكن المرأة وتحقق هذه النجاحات اللي شفناها. هستأذن حضراتكم في فاصل قصير حتى تعود لنا الكاتبة الصحفية أمل فوزي ونستكمل الحوار. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعنا الأستاذة أمل فوزي الكاتبة الصحفية رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا السابق. مساء الخير. مساء النور. أنا بعتذر معلش. لا مفيش مشكلة. أستاذة أمل، إحنا كنا بنتكلم مع حضرتك عن تمكين المرأة وعن ما حققته المرأة خلال طبعا إنجازات السنوات اللي فاتت. حضرتك كنت بتتكلمي عن التمكين الاقتصادي وأهميته، والحقيقة يعني خلينا ندخل في منطقة إنه الدولة عاملة حالة من التمكين، المرأة بتصل لمراكز وقيادات ومناطق ما كانتش بتصل لها قبل كده، رغم ان ثقافة المجتمع ما زالت الدولة بتصارع مع ثقافة المجتمع، وعاملة تمكين اقتصادي برغم الصراع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد. خلينا نحلل مع حضرتك رؤيتك لحالة التمكين اللي بنمر بيها للمرأة المصرية خاصة في ظل هذه الظروف المتصارعة. خلينا نقول إن المرأة المصرية خلال العقد الماضي استطاعت أن تعيد اكتشاف نفسها وتعيد استغلال ووضع مركز متميز لها في المجتمع من خلال مشاركتها القوية السياسية والاقتصادية وفي مختلف المجالات. وأقدر أقول زي ما إنه القيادة السياسية والدولة فتحت الباب للمرأة، فالمرأة كمان هي اللي ساعدت بهذه القدرة وبهذه المشاركة وبهذه القوة وبهذا التواجد الموجود في كل المجالات، بإنه دخولها وتمثيلها في كل المجالات أصبح ضرورة حتمية مش من باب الرفاهية زي ما كان بيتم النظر إليها من قبل. ده وكلنا لابسين طبعا حاجات كتيرة جدا. المرأة المصرية حوالي 25% من البرلمان، 26% من التمثيل في الحكومة، أصبح في عدد كبير من نائبات الوزراء، محافظ، رئيس جامعة. الحقيقة في طبعا القضاء حصل فيه تحول، بقالنا سنين وعقود طويلة بنطالب بهذا التغيير اللي أصبح حقيقة وأمر واقع دلوقتي. لكن الحقيقة رغم كل ما بنشهده من تحولات كبرى، لا تزال في بعض المناطق بالنسبة للمرأة تحتاج جزء كبير برغم كل محاولات الدولة للنهوض بيها، لكن احنا كمان محتاجين المجتمع، محتاجين رؤية المجتمع تتغير، محتاجين عمل على المستوى الاقتصادي. لأنه يعني احنا النهاردة بنقول لو مشاركة المرأة، لو عرفنا نسد الفجوة ما بين المرأة والرجل اقتصاديا، فده ممكن يرفع الاقتصاد المصري 34%.
دي مش أرقام، دي أرقام الدراسات والأبحاث العالمية. طبعا يعني الفجوة ما بين الجنسين دي مشكلة عالمية، عايز أقول إن هي مش في مصر بس، في فجوة ما بين الجنسين سياسيا قدرها منتدى الاقتصادي في دافوس إن محتاجة 145 سنة عشان تتسد ما بين الجنسين على المستوى العالمي، واقتصاديا محتاجة 267 سنة. فإحنا عشان بس نقول برضو وما نجلدش نفسنا، دي ظاهرة عالمية. لكن اللي يخليكي بس توقفي وتحتاجي ان انت نعمل ونزداد ونضغط على نفسنا ونشد حيلنا اكتر بموضوع المرأة، ان السنة اللي فاتت دي حدث تحول كبير جدا بالنسبة لأوضاع المرأة على مستوى العالم العربي. يعني لو شفنا مؤشر الفجوة بين الجنسين بتاع 21-22، احنا في سنة في مؤشر الفجوة بين الجنسين كانت مصر بتحتل المكانة 129 من 148 دولة، وكان بيسبقها تونس والإمارات، الإمارات نمرة 1 وتونس نمرة 2 ومصر نمرة 3. في 2022 أو يعني التقرير اللي طلع في 2022 كان، لأنه دايما بيطلع في خلال هذا الشهر، فأنا بتكلم على السنة اللي فاتت. الحقيقة في دول كتيرة سبقت وابتدت تشتغل، يعني مصر احتفظت بنفس المكان اللي هي 129 على مستوى العالم، لكن الحقيقة نزلت للمكانة الستة عربيا وسبقتنا الأول برضو الإمارات. الإمارات كانت تقدمت عالميا، وبعدين لبنان وتونس والأردن السعودية وبعدين مصر. فإحنا طبعا ده بسبب الفجوة دي أساسها بسبب الفجوة الاقتصادية. طب هل هي مصر ما عملتش تقدم بالنسبة للمرأة العام اللي فات؟ لا عملت، بس هي محتاجة للمزيد، محتاجة إلى المزيد من العمل، محتاجة إلى المزيد في مجال، في مجالات مختلفة. يعني أنا واسمحي لي أقول لك مثلا من الحاجات اللي بتوقفني كتير جدا، مشكلة التعليم في مصر. في 30% من المرأة في مصر بتعاني من الأمية، والرقم ده في حد ذاته مش هو بس اللي يوقفني، اللي بيوقفني أسباب الأمية وأسباب التسرب من التعليم. يعني في الوقت اللي الرجالة جزء كبير منهم بيخرج من التعليم بسبب انه مش عايز يتعلم، هنلاقي انه النسبه اقل في المراه، وهنلاقي انه نسبه ان الاسره هي اللي مش عايزه تتعلم، عايزه تتعلم المراه ثلاث اضعاف نسبه بالنسبه للرجل. 300% زياده في الاسر المصريه، لا زلنا واحنا في هذا الزمن ثلاث اضعاف ثلاث اضعاف النسبه. يعني لو قلنا انه ان في 10 اسر بيبقوا مش هاممهم ان الولد يتعلم، ففي 30 أسرة مش هممهم من البنت تتعلم، هممهم البنت تتعلم. فدي من أسباب التسرب في التعليم لا تزال، ونسبة برضو متضاعفة جدا، هو سبب الزواج. زواج في، يعني كان في إحصاء 2017 عدد كبير جدا جدا، يمكن فوق يعني آلاف، أنا الحقيقة لا أذكر الرقم بالضبط، لكن هو آلاف من السيدات تركوا التعليم بسبب الزواج. وده برضو مش أمر إيجابي، لأنه يعني في ممكن تتجوز وكل حاجة، لكن لابد إن هي تكمل تعليمها، لأن ده مهم جدا. أيضا من الأرقام اللي إحنا عايزينها تتحسن وتكبر نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص. لا يزال نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص لا تمثل، ما بتوصلش 20%، يعني هي من 18-20%. وده يخليني في القطاع، ده يخليني أروح مع حضرتك في حاجة مهمة قوي، وحضرتك بتتكلمي إنه إحنا بنتكلم عن ما يواجه المرأة، الصعوبات اللي بتواجه فكرة التمكين الكامل بقى للمرأة. حضرتك تكلمتي عن القطاع الخاص وتكلمتي عن النسب، إحنا بنشوف النهاردة مثلاً دكتورة مايا مرسي كانت بتتكلم عن المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، لأنه وخصوصا زي ما حضرتك قلتي في القطاع الخاص، هذه المساواة اللي يعني تحقيقها في حد ذاته قد إيه ممكن يمثل حالة من تطور المجتمع، إن الكفاءة فقط هي اللي بتحكم، مش إنه امرأة أو رجل، إن الكفاءة فقط هي اللي بتحكم. المساواة في بيئة العمل ما زالت مشكلة بتعاني منها المرأة. صحيح. هو طبعا احنا بقالنا سنين بنطلب ان يبقى في كل الوزارات وفي كل الجهات اداره
لمكافحة التمييز ضد المرأة، وإنه بتؤدي إلى إنها تعمل على خلق البيئة المناسبة والمتساوية ما بين الرجل والمرأة. في بعض الأماكن على فكرة استجابت وقامت بده، لكن لا يزال يعني لسه بدري، لسه احنا بنشتغل، لسه احنا محتاجين شغل كتير جدا. زي ما انت بتقولي في اماكن كتيره جدا المراه بتعاني فيها، ما بتاخدش حقوقها كامله، مجرد انها امراه احيانا بتحرم من بعض المناصب او بيتم الاكتفاء بوصولها الى درجه معينه. لا يزال رغم ان يعني شوفي في وزيرات وفي شوفي وفي سيدات اعمال وفي رؤوس اعمال، يعني انت عندك عدد كبير من الشركات الاعمال بترأسها امرأة، لكن للاسف على الجانب الاخر دول نسب احنا عايزين اضعافهم. زي ما قلت ده مش من باب الرفاهية، ده من باب انه ده احتياج للمجتمع علشان الاقتصاد المصري يرتفع، لانه ده هيؤدي الى ارتفاع كبير يصل الى اكتر من 30% من نسبه الاقتصاد من الناتج القومي. ايضا حاجه مهمه جدا برضو، يعني وحضرتك بتتكلمي احنا بنتكلم عن تقبل المجتمع لما تحققه المراه او تغيير ثقافه المجتمع، قضيه الوعي اللي السيد الرئيس دايما بيتكلم فيها، الوعي اللي هو هيحافظ على منجزاتنا واللي هو هيقدر يتقدم يعني بالبلد السنوات القادمه. الحقيقه قضيه الوعي وتقبل المجتمع امر بشعر فيه انه الدوله بتسير بسرعه الصاروخ وما زال المجتمع يسير بسرعه السلحفاه، بدليل العنف الممارس ضد المرأة. صحيح نسبته قلت ولكن ما زال هناك عنف يمارس ضد المرأة، وفي مشروع قانون يخص العنف الأسري. والله أنا مش شايفة النسب، يعني يمكن لو حتى الأرقام، لكن إحنا شايفين إن حالة العنف الدموي الشديد، إحنا شفنا خلال العام الفات عدد من الأحداث الدموية العنيفة جدا جدا جدا، كمان غريبة على مجتمعنا، يعني مش بس العدد، مش بس لا ده احنا كمان شفنا نماذج الذبح المستمر ده اللي احنا عمرنا ما كنا بنشوفه، عمليات القتل العنيف. لا العنف ضد المرأة الحقيقة، والحقيقة ده برضو عشان ارجع اقول عالميا من بعد كوفيد حدث زيادة في العنف على مستوى العالم، عشان برضو مش عايزين نجلد نفسنا زيادة، لكن احنا عايزين نواجه انه احنا جزء من منظومة العالم، لابد ان احنا نشتغل على التغيير، لابد ان احنا نشتغل على التغيير داخل نواة الأسرة داخل المدرسة. وانتي وانا بعلق لحضرتك بتقولي الحقيقة في دراسات اتعملت خلال كام سنة اللي فاتت برضو بتقول ان لازال العقل الجمعي في مصر محتاج الى يعني تطوير كبير، محتاج الى تغيير كبير. يعني احنا عندنا مثلا أربعة، كان في احدى الاحصاءات عملتها مركز بصيره عن العمل والمراه وتفضيلات الرجل والمراه للعمل، فكان في 74% من النسبه كانت بتقول ان المراه بتفضل العمل في الوقت اللي كان 63% بس من الرجال بيفضلوا ده. وانا اللي استوقفني في كانت الاحصائيه دي كانت عملت اعتقد 2019، كان انه طب لو انا 74% من الستات بيفضلوا العمل، امال بقيه النسبه ايه؟ بقيه النسبه بتقول لا ما تشتغلش. يبقى اذا انا عندي لسه ربع، اكتر من ربع عقليه السيدات في مصر رافضه العمل. ومش بس كده، ده كمان ده النسبه دي كمان فيها نسبه يعني ال 74% اللي كانت عايزه بتقول ان العمل المراه ضروري ولانه مهم لدعم اسرتها، كان في منهم 39% شايفين ان هي تعمل بعض الوقت وليس كل الوقت. طبعا بعض الوقت ده انا بشوفه برضو بيهدر من حق المراه. المشكله انه على المستوى العربي برضو للاسف لا يزال يعني بعض هذه، يعني لا تزال النسبة برضو كتير شايفين انه المرأة مش من حقها تعمل، او المرأة يعني في نسبة لازالت شايفة ان هي لا تقعد في البيت. فالحقيقة ده كله محتاج تعليم، محتاج خلق مناخ للعمل بيساعد المرأة على ان هي تقدم وتشتغل وتحقق نفسها وتحقق لها كمان عدم التأثير على الأسرة. يعني احنا بقينا نشوف برا دلوقتي بيدوا أجازات للزوج زي الزوجة في أمريكا بالزبط. عندك وبنطالب بده هنا طبعا يعني بيعملوا ايه برا عشان السيدة لا تنقطع عن العمل فترة طويلة، بيدوها 4 أو 5 شهور أجازة، احنا عندنا 3 حتى لو قلت 3، وبيدوا للزوج
كمان 3 زيهم بعد ما هي بتخلص مدتها، فيبقى الطفل تم العناية بيه 6 أشهر بس من قبيل الأم والأب. فالطفل يلاقي رعايته والأم تبقاش قلقان على طفلها أو تضطر تاخد أجازة لأن هي ما عندهاش بديل، والأب كمان بيتحمل المسؤولية. فالحقيقة إحنا محتاجين، وإحنا بنفكر في قوانين، إن إحنا إزاي نعمل قوانين تساعد الأسرة على بناء أسرة سليمة متكاملة الطفل فيها ما بيتضررش، الست كمان ما بتضطرش لأن هي تضحي علشان خاطر ابنها، لأ زوجها الأب بيتحمل المسؤولية معاها يدا بيد وبيجرب التجربة إنه إزاي يرعى ابنه، ده له إيجابيات كتيرة جدا جدا على الأسرة بشكل عام. وهو هذا التغيير ده تغيير في ثقافة مجتمع، وهذا التغيير ربما يحتاج إلى استراتيجية عامة تشمل كل مؤسسات الدولة، تشمل كل القوى الناعمة في الدولة. يعني إحنا محتاجين إن الإعلام والثقافة والفنون والتعليم والجامعات كله يشتغل على ده، يعني يبقى مش كله يعني يعمل على حدة، لا كله يشتغل بيشتغل بهدف واحد بقلب واحد، إنه تغيير ثقافة المجتمع عشان ما تبقاش في قوة فاعلة قوية في المجتمع معطلة. بصي أنا عايزة أقولك إنه إحنا عندنا عدة تحديات وعدة رهانات خطيرة جدا جدا في هذا الأمر. خلينا نقول إن كل الدراسات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت إنه اعتماد الشعب المصري بشكل كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة، منصة التعرف على المنصات الإعلامية دلوقتي في غياب شوية للأدوار الأخرى، لكن دي من أكتر، حتى لما بيشوفوا البرامج بيشوفوها على المنصات المختلفة. وللأسف أغلب الدراسات بتقول إن المنصات دي فيها بتزيد من نسبة العنف ضد المرأة. فدي من ضمن المخاطر الأساسية اللي مجابهتها مش سهل. طب أنا عندي أدوات تانية أجابه بيها إيه؟ عندي المدرسة، عندي التعليم، عندي الدراما لأنها برضو من الأدوات القوية المؤثرة، عندي الشخصيات المؤثرة الانفلونسرز لو أنا هتكلم على برضو على هذا الأمر. كل هذه الأمور لابد إن أنا أعمل خطة أدخلها فيها بطريقة إنه يبقى في تأثير حقيقي في الأهداف اللي أنا عايزاها. يعني لازم إعلاء قيمة عمل المرأة، إعلاء قيمة احترام المرأة، إعلاء قيمة إن الأطفال مسؤولية مشتركة ما بين الأب والأم مش الأم وحدها. عدد كبير من القيم لابد إنها تكون زي رسالة كده أنا بحاول أدمجها في الوسائل اللي أنا كجهات مختلفة قادرة على التأثير وعلى الوصول ليها وعلى مجابهة الجانب الآخر في السوشيال ميديا. يعني أستاذ عمل، في النهاردة في القمة كان في يعني كان في شوية مضامين جديدة أول مرة نسمعها، لسه كنت بقول وحضرتك مش معانا إنه يعني كما لو كنا بنفتح أغوار جديدة، يعني الحديث عن سعادة المرأة أو أهمية أن تكون المرأة سعيدة، دي مفاهيم متطورة جدا، يعني لم نكن نطمح يعني إن إحنا نصل إنه هنناقش سعادة المرأة ده ممكن يكون مردوده إيه على المجتمع، على بيئة العمل، على الأسرة، على أي حاجة. شايفة هذا التطور شايفة إزاي؟ لا هو إحنا تأخرنا، إحنا مش هقولك حاجة، لأنه العالم كله بقاله عدة سنوات بيقيس الناتج المحلي مش بمقدار الاقتصاد أو بمقدار الدخل الدولار، لكن بكواليتي أوف لايف. منطق كواليتي أوف لايف ده جودة الحياة هو أصبح أهم قياس لقياس رفاهية الشعوب وقوة الشعوب وترتيبها في مؤشرات التنمية العالمية. فده أنا عايز أقول إن ده بقاله عدة سنوات بيطبق، مش يعني أنت بتقولي أنا زهلت، لا لا، ده عشان كده لما إحنا مثلا من 3-4 سنين لما جت الإمارات عملت وزارة السعادة الناس كانت بتضحك في مصر، وده كان الحقيقة شيء مدهش، لأنه ده مش عملية، هي مش سعادة يعني أفضل مبتسمة، لا، السعادة يعني أبقى عندي درجة من درجات الرضا، عندي درجة من درجات الإحساس بذاتي اللي يخليني أقدر أعيش بشكل إنساني، حياتي مستمتعة بحياتي، حاسة أن أنا راضية عنها، حاسة أن أنا بأدي عملي أفضل. وطبعا مش محتاجة أقولك ده ممكن يبقى حلقة تانية عن قياسات جودة الحياة دي وقد إيه تأثيرها على برضو الاقتصاد وعلى الدولة وعلى الأسرة وعلى المجتمع
وعلى كل الجهات الأخرى. احنا ابتدينا على فكرة يعني يمكن جودة الحياة كانت مش بس المرأة، الوزيرة هالة السعيد في عدة لقاءات كانت بتتكلم على منطق quality of life وازاي احنا ندخله، لكن طبعا احنا دايما بتواجهنا ظروف مختلفة، الظروف الاقتصادية بتأثر على جودة الحياة، الصراعات، العنف، السوشيال ميديا، كل الكلام ده بيؤثر على جودة الحياة، لكن علينا ان احنا كلنا نعمل ونحاول نحسن ونشتغل على دون، لانه هو العالم كله دلوقتي شغال كده. يعني الحقيقة من القمة كان من ضمن ما تهدف اليه ان المجتمع الدولي يتم تعريفه بالجهود اللي بتقوم بيها الدولة بدور المرأة المصرية بالتعامل معها كقوة ناعمة قادرة على خلق الجمهورية الجديدة. ازاي ممكن التولز او الادوات اللي ممكن عن طريقها نقدر نوضح ده بالنسبة للعالم، وهل العالم شايف ده الى الان ولا لا، في ظل يعني كثير من التقارير اللي بتتكلم عن حقوق الانسان؟ يعني بصي، خلي بالك ان في مؤشرات عالمية وفي ناس كثيرة جدا بتشتغل على المؤشرات العالمية دي بشكل مستمر، وخلي بالك ان في زي ما كنت لسه حالا بقولك ان في تسارع كبير جدا على المستوى العربي، على مستوى الشرق الاوسطي مش بس العربي. انا عايز اقول انت بتحسبي كمصر في افريقيا وفي الشرق الاوسط، فهناك تسارع كبير جدا في المنطقه على تحسين اوضاع المرأة، زي ما قلتلك ده بيفرق جدا في مؤشرات التنميه، في مؤشرات الفجوة، في التقييم على المستوى الدولي، حاجات كتيرة جدا بيفرق فيها هذا الأمر. وفي كل دولة بتبدع الحقيقة علشان تعمل ده، يعني زي ما قلت لك المدهش إنه مثلا السعودية مثلا تقدمت 20 موقع ده خلال الفترة اللي فاتت، كانت بتحتل المكانة قبل الأخيرة، زادت بقت أكتر من ارتفعت 20 درجة. الإمارات لا تتوقف، يعني الحقيقة واخدة منصب مكان متميز جدا، 68 على مستوى العالم بعد ما كانت 72. فأنا بقول إنه في مؤشرات لابد من إن إحنا نشتغل عليها. إحنا بنظهر بنحاول إن إحنا نشتغل، لكن هي لابد من تحسين زي ما قلت المؤشرات اللي بيتم قياس وضعية المرأة فيها، التعليم، الاقتصاد، احنا شغالين كويس على الموضوع السياسي والتوصيل السياسي، كل هذه الامور لابد. الرعاية الصحية على فكرة في مصر من الحاجات اللي بترفع او بتساهم في تحسين اوريدي، الحقيقة من الحاجات اللي مصر فيها مغطية الفجوة فيها بشكل كبير ما بين الرجل والمرأة، يعني مش هقول انه يعني بالنسبة للفجوة بين المرأة والرجل في الرعاية الصحية متقاربة، التعليم هو اللي يمكن فيه فجوة، الاقتصاد فيه هي الفجوة الكبيرة. فكل هذا الكلام لابد ان احنا نشتغل عليه، نشتغل على الأرض، نشتغل على تحسين المؤشرات في الأرض، والصورة حبان للعالم، لأنه العالم بيتابع كويس قوي مصر، بيتابع كل دول المنطقة حاططها تحت المجهر بشكل قوي جدا. أستاذة أمل، أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهاردة، وبحييكي وبقول لك كل سنة وانت طيبة بمناسبة شهر المرأة وبمناسبة يوم المرأة المصرية وبمناسبة عيد الأم وبمناسبة كل الحاجات الجميلة الخاصة بالمرأة. سعدنا بوجود حضرتك معانا، الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا السابق. مشاهدينا كالعادة الوقت معكم بيمر بسرعة، والقعدة وسطكم ما تشبعش منها، لكن وقتنا خلص. بكرة حلقة جديدة، وأنا أشوفكم يوم الأحد.